كابتن محمد مساء الخير. طيب هو يحكي لنا النور. طبعا بسلم على حضرتك طبعا استاذ ابراهيم، بسلم على كابتن عدلي طبعا. اهلا بيك يا كابتن. يعني الحمد لله طبعا الواحد بيتعلم من كابتن عدلي طبعا، وانا دخلت سمعت الكلام فعلا. يعني انا يعني لا يعني كان يعني احنا تعبنا شويه، بس هو مش تعب سلبي، تعب ايجابي في التعلم، بتتعلم بتشوف مواقف، والحمد لله ان ربنا بيوفقك. ورك شوب قوي يعني زي ما كابتن عدلي قال. يعني كابتن عدلي ومستر حلمي وطبعا حضرتك عارف الفرق التوقيت بين الصين ومصر، وطبعا وهم نايمين احنا صاحيين واحنا صاحيين هم نايمين. يعني وكنا بنتعامل بمنتهى الامانه. كابتن عدلي يمكن من الاول، انا ممكن ما يكونش هو قال لحضرتك، لكن كابتن عدلي من الاول كان قايل لي ان يعني موضوع مش يعني مش مريح يعني طبعا من اول يوم، ولكن في حاجات كنا بنشتغل لغايه اخر لحظه بنعمل لمصلحه النادي بنتعب. في الاخر المقياس هو الناحيه القانونيه فقط، مش باصين لارقام. الارقام دي كانت في الاول خالص، وعملنا كل الحاجه والله حضرتك استاذ ابراهيم بجد بما يرضي الله بناحيه احترافيه 100%. يعني لو في حاجه اكتر من 100%. طيب وانتهت الى عدم اتمام هذه الصفقه، وسابت بعض الخيوط اللي لازم واحد زي حضرتك هتجاوب لنا عليها علشان الراي العام يبقى شايف ايه بدات ازاي والتعثرات كانت ليه وانتهت بهذا الشكل ليه. اتفضل من البدايه خالص. هي انتهت الى الخير يعني. تمام انتهت الى عدم اتمام الصفقه، انتهت الى الخير للنادي الاهلي. تمام. من وجهه نظرنا طبعا البدايه طبعا وانا في روسيا وعلى طول كنت بكلم كابتن عدلي، وكان بيجي لنا عروض وابتدينا ندرس العروض وابتدينا يحصل تفاوض. وصلنا العرض زي ما كابتن عدلي قال طبعا 8.6 مليون يورو. بعتنا ورق، انا باعت ميل وباعت اوفيشال لاتر من النادي طبعا ومختوم من النادي وكل حاجه لنادي هيباي طبعا البورتون التشاينيز كلوب ده. وبعت له، بعت حتى المحامي بتاعهم الانجليزي مكتب المحاماه. حضرتك عارف دايما الانديه بيبقى ليها مكاتب محاماه متخصصه بامور التعاقد. تمام. بعت قلت لهم ابعتوا لي ما يفيد ان النادي ده بيمثل النادي. بعتوا لي فعلا، ابتدينا التفاوض. من اول يوم تفاوض طبعا خلاص الامور بقت طبعا مستشار حلمي كابتن عدلي وانا طبعا احنا الثلاثه يعني لحظه بلحظه بجد، يعني ما فيش معلومه كانت بتعدي، كلنا كنا على طول كنا بنرد على طول. بعتنا خطاب، انا هجيب لحضرتك طبعا الكونكلوجن بقى من الاخر يعني علشان هي دي المفيدة يعني. بما يرضي الله بمنتهى الأمانة ومنتهى الشفافية قدام الناس عشان تبقى هي عارفة. وليد كانت رغبته إن هو يمشي، حصل موافقة من لجنة الكورة إن وليد بالعرض ده يعني يبقى فيه موافقة. ابتدينا نبعت، بعت خطاب، الخطاب اللي أنا بعته موافقتنا على المبلغ كاش. تم الرد عليه بستامب بختم النادي الصيني. وفتح معناه ان هم موافقين خلاص. موافقين كاش، موافقين ان الفلوس تبقى كاش 8.6 مليون يورو. 8.6 مليون كاش. وبعد كده فوجئت طبعا بوكيل اللاعب بيكلمني، وطبعا الشخص مش هقول المحامي ولكن ان هو ما طلعش محامي، يعني هو مكتب المحاماه شهير طبعا ولكن الشخص مش محامي. وده واحنا بنتفاوض راجل يعني بعيد عن اللوائح والقوانين، حتى الاسانيد القانونيه مش عارفها. انا بقول لحضرتك بمنتهى الامانه كان على طول بيرجع، يعني ممكن يكون شخص ممثل النادي ولكن كان بيرجع ممكن لمديره او رئيسه. انجليزي هو مش كده؟ انجليزي. هو انجليزي. وكنا قاعدين بنتكلم طبعا في كل التفاصيل. بعت لحضرتك الجواب، وافق على الجواب ختم النادي. لقيت مكالمه جايلي من وكيل اللاعب بتقول يعني ان احنا هنبتدي نتكلم في طريقه الدفع الاستولمت نفسها. ابتدينا نتكلم، ابتدينا نتناقش، وصلنا لصيغه معينه ان احنا هناخد ال 8.6 مليون. وكيل اللاعب معين. وكيل اللاعب مصري هنا. وكيل لاعب مصري. تمام. واخدنا اتفقنا على طريقه الدفع. طريقه الدفع هي كاش في مبلغ 5 مليون ثم مليون في اكتوبر ثم 2.6 مليون في يناير. وخلاص تم الاتفاق تماما. بعت ورقه لوكيل اللاعب بالموافقه على المبلغ زائد
البروفيجنز اللي احنا حطينا الشروط بتاعتنا. تمام. الشروط بتاعتنا كانت كالاتي: ان اللاعب لا يحق طبعا للنادي ان هو يبيع اللاعب، او يعني في حاله بيع اللاعب او اعارته احنا بنستحق مبلغ 15% من اجمالي القيمه. طبعا اللعيب ما يرجعش مصر طوال فتره التعاقد الا ويدفع مبلغ شرط جزائي عليه 5 مليون يورو حتى في حاله فسخ التعاقد. ممكن حضرتك وارد جدا بالظبط بعد شهر يحصل فسخ، فاحنا مأمنين نفسنا قانونا جدا جدا وشروط طبيعيه. يعني هو انت تحسبت كل الاحتمالات اللي ممكن تحصل؟ طبعا. انه لو حد هيجيبه هنا في مصر النادي الاهلي يستحق 5 مليون يورو اضافي. انا قرار عدلي طبعا، والمستشار حلمي طبعا قبلينا طبعا. لازم احنا بنحط كل الاحتمالات. تمام. والنادي الاخر هو يرغب في شرائه، فانا ليه يفكر في احتمال؟ طول ما انت سليم الاحتمالات دي لا تمثل شيء يعني. بالظبط. فحطينا طبعا كل التفاصيل. الحاجه لحضرتك ان انا بعد ما بعت التفاصيل دي، انا بعتها على فكره، انا الارتكل دي كلها بعتها وبعتها قبل ما الممثل بتاع النادي يجي، وبلغت الوكيل ان لو سمحت. هو قال لي ان في ممثل جاي، قلت له يبعت لي خطاب رسمي ان هو جاي من النادي، ان في ممثل جاي، وبالتالي انا هستقبله في المطار، وهيبقى في طبعا ان احنا يقعد في اوتيل، وهتبقى كل حاجه من ضيافه النادي الاهلي، وهو ده الطبيعي. ما حصلش الكلام ده. بعد كده بعد ما الراجل وصل مصر لقيت مكالمه هاتفيه ان الراجل وصل، وابتدى الميل يجي لي ان الراجل ده يمثل النادي. ابتديت رحنا قعدت اول قعده، قعدت 6 ساعات معاه. 6 ساعات قاعدين بنتكلم فرنساوي وبنتكلم انجليزي، وطبعا حضرتك يعني 6 ساعات من التفاصيل الكتير جدا اللي هي ملهاش لازمه، انا باعت كده كده شروطي ومتوافق عليها. وصلنا ان هم حضرتك عاوزين يعملوا على عقدين، على عقد ب 5 مليون. حضرتك عارف هو بيقول لي ان النادي الصيني القيمه فوق 5 مليون دي بيبقى فيها ضرائب. ضرائب عاليه. وبالتالي ضرائب عاليه، وبالتالي احنا عاوزين يقسموا المبلغ على جزئين طبعا. بالحديث وبالتفاوض وبمكالمه كابتن عدلي وبمكالمه المستشار حلمي قدرنا ان احنا نوصل ان هو على عقدين، مفيش مشكله، ولكن العقدين يكونوا مربوطين ببعض بشكل معين، واحنا مالناش شرف في الضرايب. يعني احنا مالناش علاقه بالضرايب، الضرايب دي احنا في الاخر برضو احنا مش هنتلاعب، احنا نادي الاهلي مفيش الكلام ده خالص، ولكن كقيمه لو على عقدين دي قانونا تجوز. يعني يجوز ان انا حضرتك ممكن ابيع حقوق اللعيب زائد حق الانتقال، ده يجوز قانونا. أيوه. ولكن اتلاعب لا يجوز. فطبعا ده كانت واضحه جدا للجميع من الاول. فوجئت بقى بتلاعب لفظي في العقود، في تفكير ان احنا يبقى في حقوق مع شركه راعيه، بعت لي عقد من الشركه الراعيه. طبعا كان عقد سيء جدا، وبطريقه ان هو يعني ياخد حق رعايه النادي الاهلي لسنه 2020، طبعا كلام غير قانوني غير مسؤول تماما، من يعني مش هقول لحضرتك من حد قانوني، لا ده من حد هاوي ان هو يبيع العقد بالشكل ده. رفضت ان انا ابص عليه. يعني انا بصينا على اول بندين طبعا، وكابتن عدلي برده ومستشار حلمي طبعا، كان تهريج يعني. فابتدينا برده نستكمل التفاوضات وحسن النيه بتاعتنا، احنا عارفين طبعا كل التفاصيل، ولكن كان في حسن النيه لغايه اخر لحظه. طبعا كابتن يعني لجنه الكره كانت على علم بكل خطوه في الخطوات. ابتدينا حضرتك ناخد تاني يوم حضر الاجتماع طبعا كابتن عدلي ومستشار حلمي، وزي ما بقول لحضرتك من اول يوم احنا مع بعض. قعدنا 7 ساعات، 7 ساعات بعد ما اتفقت 6 ساعات على البنود وعلى ان احنا كل حاجه تبقى واضحه، وتاني يوم هيبقى التوقيع. فبسال الراجل: انت راجل ممثل من النادي، هل يجوز لك التوقيع؟ قال لي: لا يجوز لي التوقيع. قلت له: طب انت جاي تعمل ايه؟ كل ده؟ ده اللي حصل. لا يجوز التوقيع. قلت له: جاي تعمل ايه؟ قال لي: جاي نتفق على صيغه العقد عشان احنا نوقعه كنادي اهلي واختمه وابعته للنادي الصيني يوقعه. وطبعا طلب مني ان انا ارجع اللاعب، ارجع لاعب وليد ازار. طبعا كان اتفقنا من البدايه برضو. هو هنا بس فضل، بس عايز يعني اشرح حاجه واقول للاستاذ ابراهيم. كان مساله ترجع اللاعب كانت فرصتنا الوحيده نكتشف مدى الجديه. قلنا له: ما احنا هنرجع اللاعب. خلاص؟ هو بيقول لك ان يعني رجع اللاعب لان عندنا 48 ساعه والويندو هيقفل. فانت لازم تبعت العقد، لازم تبعت العقد بسرعه وبعدين يحول الفلوس. وابعت اللاعب عشان يمضي على العقود. قلنا لهم: طيب هنجيبه. وماله؟ هنجيب كل حاجه. حضرتك كمكتب وكوكيل وكلاعب امضلنا انكم مسؤولين
بالتضامن عن مستحقات النادي الاهلي، واي تقاعس انتم بتدفعوه. الاول وافقوا وبعدين رجعوا يعني رجع زمزه واحد قال لك لا انا اقصد ان انا يعني مكتبي يغطي شغل كده، انما هي دي زي قلت ايه ده كان بقى المحاك. وطبعا احنا مش ممكن كنا هنقول للاعب تعالى الا اذا كان الموضوع انتهى. بس انا عايزك يا كابتن فضل بعد القصه دي انا بس ايه، وفي حاجه يا كابتن على فكره. اه يا حبيبي اتفضل. احنا موضوع ان هو كان ان هم يضمنوا ده كان غير قانوني، ولكن دي كانت حيله ان انا اشوف نيه ال ايوه الشخص اللي اختبار النيه نفسه بالظبط. ولقيت طبعا زي ما كابتن عادل قال لحضرتك الامور طبعا، طب انا معايا فلوس في البنك بقيمتها 4.5 يعني كانت 4.5 مليون، وانا عندي واحد يعني اللي هو الشخص الممثل واضمن بيها ممثل المكتب يعني واضمنه. طبعا قلت له لو سمحت ابعت لي الاي دي، بعت لي الاي دي بتاعته على بعت لي طبعا كله حضرتك كان في سبيل ان انا في الاخر امضي مع شركه راعيه للنادي، وده مرفوض تماما. لا يجوز، ده لوائح فيفا ما ينفعش اتعامل مع طرف رابع. انا في طرف، في ثلاث اطراف، النادي ثم النادي الاخر ثم اللاعب. ده اللي حصل طبعا. ف حضرتك كان في يعني احنا قلنا لهم بطالما للشركه الراعيه فلوسها مضمونه كده خليها مع النادي. طب تفسيرك ايه يا كابتن؟ في والله بص حضرتك يا استاذ ابراهيم طبعا في تفاصيل كتير جدا ما كنتش حابب ان انا اتكلم، بس طبعا حق جمهور الاهلي علينا طبعا طبعا لازم نوضح طبعا. لا اول حاجه الصفقه كانت كبيره جدا في رقمها، رقم 2 للعيب هو هداف الدوري فلعيب مهم جدا، رقم 3 مفاوضات اخذت وقت كتير ومجهود كبير منكم، ثم بعد كده ما تنتهيش النهايه اللي كانت المفروض تنتهي بيها، فلازم تبقى سايبه علامه. انا ما ينفعش اقعد 7 ايام في تفاوض ما بنامش في حاجه واضحه جدا واضحه جدا يعني هو عقد واضح وعقدين في منتهى الوضوح وعقدين سهلين جدا، ترجمه عربي انجليزي حتى يعني لو عاوزني اشرحها له فرنساوي كنت اشرحها له واحنا قاعدين يعني كل حاجه كانت واضحه للجميع. في الاخر انا عاوز اقول لحضرتك ان حتى كمان في الاخر قلت له عشان اشوف مدى جديته يعني قلت له بعت له العقد على الميل طبعا وورد ان هو يغير الصيغه اللي انا عاوز اشوف ان هو ايه بيفكر فيها. طبعا طبعا اتكلم في كل التفاصيل، وطبعا انا كنت باعتهم واخد موافقه والكلام ده معايا كله، كل المستندات والدوكيومنتس دي كلها دي موجوده معايا يعني اي حد طبعا لو بيشكك في الكلام لا الكلام كله معايا طبعا. لا طبعا حضرتك كلام كتير جدا تفاصيل كتير، غير ان هي تفاصيل كتير. الشخص اللي قاعد قدامي ليس شخص قانوني بالمره، لا يجوز التفاوض، ليس مسؤول. لا هو يجوز له التفاوض لكن لا يجوز له التعاقد. طيب ما هو ده برضه يا كابتن انا عملت حاجه في الاخر يعني طبعا انا عملتها على مسؤوليتي وطبعا بالتنسيق مع كابتن عدلي وطبعا مستشار حلمي، وهي ان انا قلت له ادي العقد اهو غير لي وامضي لي واختم لي وهات العقد. طبعا واخر ميعاد الساعه 10 الصبح صباحا برضه نفس الكلام حضرتك كلام كتير رغي كتير، فطبعا في وجود عدم جديه. النادي الاهلي تعامل باحترافيه شديده، تعامل بحسن نيه. طب يعني بوضوح يا كابتن بوضوح، هل شرط الجزاء للعوده لمصر يدفع 5 مليون ده سبب ان هو المساله بالنسبه لهم يبعدوا عنها ولا ايه؟ لانه مؤكد هو ذكرها برضه. انا من حضرتك من الاول طبعا هي من ضمن الاسباب ان هو اعتراضه على فسخ التعاقد واعتراضه على الالتزام بناء. هو لو واخده للصين ايه المشكله؟ ما هو حضرتك دي حاجه. الحاجه الثانيه انا حضرتك انا برضو انا وانا بتفاوض يعني واحنا بنتفاوض مع نادي احنا بنشوف طبعا النادي ده جايب مين. الراجل ده النادي ده لسه جايب ماسكرانو وعنده لاباتي عنده لعيبه وعنده جيرفينيو عنده جد. طبعا جدا. طبعا ولكن انا في الاخر حضرتك يعني كل الكلام ده في حلقه في النص يا ابراهيم، في حاجه مفقوده، حلقه في النص مش مريحه. لكن انا بس كنت عايز بس ان فضل يحكي ليه. اتفضل. النادي لو جاء لو انا بقول لحضرتك لو النادي ده كان جاد في التعاقد انا بعت العقدين كانوا يتمدوا يتختموا بالظبط في دقيقه. احنا كنا قادرين ان احنا حضرتك هنروح على طول باعتين لوليد، وليد كان هيعمل برنت وسكان للعقد ويمضي يرجع لنا. كل ده كان يعني يتعمل في 3-4 دقائق من غير حتى كمان تحويل الفلوس. يمكن احنا قلنا اول ما يعملوا الشيفت كونفرميشن ان هو تاكيد ان الفلوس اتغيرت خلاص الموضوع انتهى. انا بقول لحضرتك احنا دخلنا في جميع التفاصيل، عشان كده انا بشكر كابتن عادلي وبشكر مستر حلمي طبعا ان الواحد اتعلم في تقريبا 7-8 ايام
يمكن خبره كبيره جدا طبعا. والحمد لله ان احنا ربنا كرمنا عشان حاجه واحده بس. طيب انا بقول لحضرتك بكل امانه يعني الموضوع ده انا ما كنتش اتمنى اخوض في الموضوع ده طبعا، ان كابتن عدلي عارف كل التفاصيل. كنت ان دايما احنا انا بدي مثل النادي الاهلي دايما زي واحد هيطلع سلم، ما اطلع سلم ما ببصش ورايا، انا ببص فوق على طول خلاص حاجه اتقفلت خلاص ابص فوق ابص فوق ابص فوق. احنا باصين فوق ملناش علاقه باي تفاصيل، الموضوع انتهى. كنا نتمنى ان الموضوع يكون اكثر مصداقيه واكثر وضوحا صحيح. ولكن احنا عاوزين، انا عاوز اقول لحضرتك حاجه اتمنى ان الناس تفهمها، الجماهير اتفضل. احنا من اول يوم احنا عارفين الكلام ده، تعاملنا باحترافيه شديده، احنا ما عندناش سذاجه خالص. نعلم ان ممكن يكون في اي حد ممكن يكون ليه غرض ما، ممكن تكون في اطراف مستخدمه لا لا نعلم الكلام ده بجيد جدا. نعلم ان الكلام ده ممكن يكون يعني انا بقولها على مسؤوليتي، ممكن يكون الغرض منه يعني الهدوء، الغرض منه انه ياخرك شويه. احنا ما مش متاخرين، احنا كل حاجه احنا عارفينها ودارسينها، محدش خايف على النادي الاهلي. النادي الاهلي طول ما فيه ناس محترمه، ناس اهرام زي كابتن عدلي وزي المستشار حلمي وزي مجلس اداره، ما تخافوش عليه، معانا جماهير قويه جدا. ربنا يكرمنا، صفحه واتقفلت ان شاء الله باذن الله. نتمنى حاجه واحده بس يا كابتن، دلوقتي انا بقولها كمشجع مش كمسؤول، اتمنى دعم كامل لوليد ازارو عشان يركز الفتره اللي جايه باذن الله، وهو ده النادي الاهلي على طول. ده كلام محترم جدا يا كابتن. اولا عايز قبل ما تقفل بقى برضه اشكرك على جهدك في موضوع كوليبالي، لان دي الحاجات اللي بتضيع في الزحمه. انت كده يبقى اداره التعاقدات قد اوفت بالتزاماتها واحتياجات الفريق كما طلب منها، صح؟ صح. وحضرتك يا كابتن عدلي انا كنت اتمنى ان الناس تعرف العبره مش بالكم، العبره باختيار طبعا وفقا للجنه الكوره والجهاز الفني. احنا عندنا لعيبه، عندنا قائمه افريقيه، في لازم تنسيق بينهم. الناس لازم تعرف ان احنا اللعيبه اللي عندنا يعني اكتر لعيبه جيده واكتر لعيبه ممتازه في الدوري المصري. فاحنا مش يعني مش عاوزين ده، احتياجات الجهاز الفني ومجلس الاداره، احنا مكتفيين باللعيبه. فهي العبره مش بكم الصفقات، هي العبره بان احنا نبقى احنا عندنا خطه بالنوعيه اللي انت محتاجها في التدعيم ده بالظبط، يعني شورت تيرم ولونج تيرم. احنا بالزبط. الحمد لله احنا كنادي، احنا بقول لحضرتك احنا بنبص لنفسنا، ما بنبصش لحد تاني. زي ما بقول لحضرتك الحمد لله الفتره كويسه. كوليبالي يعتبر يعني من اسبوع لعب في النادي الاهلي، ولكن طبعا احنا مش من سريه، ولكن راجل دايما في مراحل معينه، راجل بيجي بيوقع يخضع الى الكشف الطبي، نتيجه الكشف الطبي بتطلع اللي بيعلن مدير الكوره او طبعا المتحدث الاعلامي او كابتن عدلي، يعني بيبقى في خطوات معينه. مش العبره بان انا اطلع اقول انا جبت صفقه خالص، صحيح. العبره بالاحتياجات، وان شاء الله باذن الله زي ما بقول لحضرتك يا رب يبقى من نجاح لنجاح على طول، البطولات باذن الله، وقبل البطولات المبادئ ان شاء الله. 100% يا كابتن. شكرا جزيلا لكابتن محمد فضل مدير التعاقدات في الاهلي، اللي هو بيعدد نقاط ما تخافش على الاهلي، لانه فيه وفيه وفيه، لا كمان لانه فيه ناس بتحب الاهلي فاهمه قوي ومحترمه قوي بالقيمه ديت يا باشمهندس.